مساء الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير ان شاء الله. وهذا الفيديو هذا تلقاكم كاملين ديك بخير وفرحانات وسعداء ان شاء الله يا ربي. وكل مريض نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنا معايا تحليه بدون طلون، هاد التحليه بنينه بنينه بالبزاف البنات. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذيا. ونقول لكم البنات ما تنساونيش لايك البنات، اللايك هو اللي طلع لي هاد الفيديو هذايا. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا انا عندي هاد الكاطو تاع التحليه يعني تبع في المحلات. دوك واش ندير؟ انا نرحيه مليح مليح. دوك هنا انا نقسمهم باش نرحيهم، كيما قلت لكم نرحيهم مليح. هاد الوصفه البنات بنينه 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 بالبزاف، ان شاء الله تجربوها كامل وتنال الاعجاب ديالكم. وانا كيما قلت لكم انا درتها بدون فلون، بلا فلون يعني. وهنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما رحيت الكاطو تاع التحليه تاعي كنت هنا رحيتو مليح البنات. ومن بعد هنا نضيف عليه مغرفه كبيره تاع كاكاو. كيما قلت لكم انا مع الاول رحوا يعني الكاطو تاع التحليه تاعكم لازم ترحوه مليح البنات، ومن بعد نضيف عليه مغرفه تاع كاكاو يعني نزيدها من الفوق ونخلطهم كامل هكذا مليح. وهنايا بعد نحكم هكا لي غامكا هكدايا نحكم الكاطو تاع التحليه تاع اللي قلت لكم انا مع الاول كنت رحيتو مليح البنات، وزفت عليه مغرفه كبيره تاع كاكاو. ونقول لكم هنايا البنات خيروا كاكاو اللي يكون بنين يعني اللي يكون ماشي الغامق هذاك، يكون الفاتح باش التحليه تاعكم تخرجكم بنينه. دوكا هكذا نكمل نعمرهم كامل هكدايا. من بعد حبيباتي كي تعمروهم كامل نتوما حكموا هنا مغرفه وضغطوا عليهم. هنا كتمسح لي الفيديو معليش، شوفوا انا كنت حكمت مغرفه وضغطت عليهم بهذا الشكل هذايا. وهنا في جهه اخرى البنات انا واش ندير؟ نحكم نص لتر تاع الحليب، ناكد عليكم البنات نص لتر تاع الحليب. نضيف عليها جوج مغارف كبار تاع بودره المايز. بودره المايز البنات ماشي مايزينا، بودره المايز راهي تتباع في المحلات. هنا درت جوج مغارف كبار تاع بودره المايز. نزيد نضيف هنايا لافاني حوالي مغرفه صغيره تاع لافاني ونحركهم كامل هكذايا. كيما قلت لكم انايا درت نص لتر تاع الحليب وزوج مغارف كبار تاع بودره المايز. البنات قلت لكم بودره المايز راهي تتباع في المحلات. ودرت شويه تاع لافاني حوالي مغرفه صغيره تاع لافاني ونحركهم كامل هكا حتى نشوفها تقالت لي نطفي عليها. كيما راكم تشوفوا هنا درت تقال لي يعني درت على نار قليله ماشي نار قويه. هنا بعد ما تقالت لي نطفي عليها النار. ومن جهه اخرى حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا انا درت هنا 100 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع السكر هنا باش ندير صوص كراميل. كما قلت لكم انا هنا درت 100 غرام تاع السكر. نحاول هكا نحرك السكر ديالي. وكما شفتوا معايا انا مع الاول الحليب انا ما درتلوش فلون يعني هاد الوصفه هادية بدون فلون يعني بلا فلون. دوكا هنايا نخلي السكر يبدا يدوب لي. كما راكم تشوفوا هنا بدا يدوب، نبقى نحرك هكذايا تتحصل على صوص كراميل. اذا هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما تحصلت على صوص كراميل دوك واش ندير هنايا؟ نحكم الحليب تاعي اللي شتوه انا مع الاول قلت لكم درت فيه جوج مغارف كبار تاع بودره المايز ولافاني، نزيدو فوق لاصوص كراميل تاعي. وهنا البنات النار ناكد لكم النار لازم تكون قليله ماشي قويه، ونبقى هكا نحرك ما نحيش يدي على الكسرونه.
وهنا بعد ما خلطها مليح كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا نطفي عليها. اذا هنا نولي لي غامكه تاوعي كيما راكم تشوفوا هنايا. ناكد لكم البنات ونعاود لكم، انايا الكاطو تاع التحليه تاعي اللي كنت انا رحيته مليح وضفت له مغرفه كبيره تاع كاكاو، كنت حكمت مغرفه وضغطت عليهم بهذا الشكل هذا. دوك هنا نضيف الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، واللي كنت درت انا كيما شفتوه معايا درت له نص لتر تاع الحليب بزوج مغارف كبار تاع بودره المايز. البنات ناكد لكم بودره المايز ولافاني، وزدت درت فوقه صوص كراميل. دوكا كيما راكم تشوفوا نعمر كامل لي غامكا تاعي هكذا بهذه الطريقه هذه، يعني ما طلعوهاش كامل الفوق، يجي في الوسط. فوالا نكمل هكا كامل نعمرهم. اذا هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا بعد ما عمرت كاع لي غامكا تاعي بهذه الطريقه هذه كامليتك، فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. دوك انا واش ندير، نحكم نص لتر تاع الحليب اللي كنت درت على نار قليله، نضيف عليها مغرفه صغيره تاع لافاني، مغرفه صغيره تاع لافاني، ونزيد نضيف عليها جوج مغارف كبار تاع بودره المايز. البنات ناكد لكم جوج مغارف كبار تاع بودره المايز راهي تباع في المحلات يعني موجوده. نزيد نضيف عليها جوج مغارف كبار تاع كاكاو. البنات الخير والكاكاو اللي يكون بنين، ما يكونش الكاكاو داك اللي ماشي مليح يكون مر، باش الوصفه تاعكم تجيكم بنينه. ونبقى نحرك انا هكذايا بهذه الطريقه هذه حتى يتقل معايا الحليب. كما قلت لكم انا مع الاول درت نص لتر تاع الحليب، ضفت عليه مغرفه صغيره تاع لافاني وجوج مغارف كبار تاع بودره المايز اللي قلت لكم راهي تباع في المحلات، وزدت ضفت عليها جوج مغارف كبار تاع كاكاو. ونبقى نحرك هكذايا حتى يتقل معايا. كي نحسوا بلي بدا يتقل لي تما نطفي عليها. والبنات هنا ديروه على نار قليله، ما تشعلوش النار تاعكم تكون قويه. فوالا هنا كي نشوفوا بلي تقال لي نطفي على النار. اذا هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا دوك نعمرهم كامل هكذايا. وكما شفتوا معايا مع الاول انا درت الطبقه الاولى درت كاطو التحليه، كنت انا رحيتها مليح وزدفت عليها مغرفه كبيره تاع كاكاو، ومن بعد حكمت المغرفه قلت لكم انا ضغطت عليها مليح. اما الطبقه الثانيه درت نص لتر تاع الحليب بجوج مغارف كبار تاع بودره المايز ومغرفه صغيره تاع لافاني، ومن بعد درت عليها صوص كراميل. كيما راكم تشوفوا الطبقه الثالثه تاني درت نص لتر تاع الحليب بجوج مغارف كبار تاع بودره المايز مغرفه صغيره تاع لافاني وجوج مغارف كبار تاع كاكاو. دوكا نكمل هكا بنفس الطريقه، نحاول نعمرهم كامل ومطون نسقم فيهم هكا بيدي. يعني هاد الوصفه هادية ما فيهاش الفلون، ان شاء الله تنال كاع اعجابكم ان شاء الله يا ربي. وصفه بنينه بالبزاف. دوكا نكمل نعمرهم كامل لي غامكا تاوعي. اذا هنا بعد ما كملتهم كامل دوكا نحكم انا الكاكاو نغبر كامل هكا من الفوق. وتقدروا نتوما ديروا تاني تقدروا تحكموا الكاطو تفتوه وديروه من الفوق، يعني يبقى ليكم نتوما كل واحد واش حاب يدير. دوكا انا درت هكا الكاكاو، فوالا بعد ما كملتهم كامل هكذايا دوك انا نخليهم في الثلاجه البنات، ونتلاقاو كيف كيف في صحن التقديم ان شاء الله. وهنا حبيباتي خياتي كيما راكم تشوفوا بعد ما خرجت التحليه تاعي من الثلاجه وانا كنت ضفت لها الشوكولا من الفوق، يعني التزيين يبقى اختياري يرجع لكم. وكيما قلت لكم انا مع الاول انايا قلت لكم هذه الوصفه مش فيهاش الفلون، يعني بدون فلون. البنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه كامل وتنال اعجابكم. ونقول لكم على الاخر ما تنسونيش البنات بلايك وريطلع لي هذا الفيديو وتضغطوا على زر الجرس. ومع السلامه، وان شاء الله هذا الفيديو كامل تلقاكم بخير ان شاء الله يا ربي، ويا الوصفه القادمه ان شاء الله.